ساندويتش الدجاج الحار زي بتاع المطاعم بالظبط، المطاعم الفاست فود كده بيعملوه، بس طبعا احنا هنعمله بقى في البيت طريقه حلوه قوي. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. عايزين عيش، العيش عادي بتاع البرجر ده، وعايزين 6 صدور دجاج او حسب عدد افراد الاسره، عايزين ملح وفلفل، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره بودره ثوم، معلقه صغيره بودره بصل، وعايزين 3 بيض و2 كوب دقيق، عايزين زيت للقلي، وعايزين صوص عشان نغمس فيها الدجاج، عباره عن 1 كوباية صلصه باربيكيو، 1/4 كوب كاتشب، معلقه كبيره سريراتشا، معلقه كبيره سكر بني، جبنه شيدر شرايح، وعايزين طبقه للكول سلو. الكول سلو عباره عن 1 كوب كرنب ابيض، 1 كوب كرنب بنفسجي، 1/4 كوب مايونيز، ملح، ومعلقه كبيره ليمون. حاجات كتير، حاجات كتير. طيب هنعمل ايه اول حاجه؟ اول حاجه هناخدها، انا مش هعمل معاكم غير يا دوب واحده ولا اتنين. هناخد دلوقتي الحاجات اللي هنتبل بيها الفراخ، اللي هي بابريكا، بودرة ثوم، بودرة بصل، وملح وفلفل. ملح وفلفل، وهنخلط الكلام ده كله مع بعضه. وهنيجي ناخد الفراخ اللي عندنا. الأول خلينا نعمل البيض. والدقيق عندنا هنا لازم نجيب حاجة بس ايه مسطحة شوية عشان نحط فيها الدقيق. هنجيب ده كده ونحط هنا شوية دقيق. اوكي طيب، هناخد دلوقتي الفراخ بتاعتنا، نعمل قطعتين، كفاية قطعتين. هنحط عليهم من التوابل اللي عندنا، على الناحيتين كده، تمام. هناخد الفراخ بتاعتنا هنحطها في البيض. ومن البيض على الدقيق. وده ما ينفعش نعمله يا جماعة ونسيبه على جنب وبعدين نقليه. بدل اتحط عليه الدقيق على طول يبقى لازم يتقلي. اهو ابتدى يسخن الدقيق عندنا. تعملوا بقى كده طبقة مقرمشة بره حلوة قوي. حلو قوي. ناخد بقى دلوقتي القطعه الثانيه، هي الثانيه دي اللي هتطلع حلو دي. الصوص بتاعتنا عباره عن باربيكيو صوص وكاتشب وسريراتشا. ادي الباربيكيو صوص، ادي الكاتشب، وادي سريراتشا بقى زي ما انتوا عايزين. ما هو بقى حراق، فشوفوا انتوا عايزين تحطوا قد ايه. ونقلب الكلام ده كله مع بعضه. ادي السكر البني، وادي الليمون، ادي المايونيز، وادي شوية ملح وشوية فلفل.
هناخد بقى دلوقتي الكول سلو او الكرنب البنفسجي والكرنب الابيض وهنحطهم مع بعض كده هنا ونقلبه. ده بقى حلو ان احنا نعملها ونسيبها في التلاجة مثلا على الاقل ساعتين قبل ما نستعملها. هناخد الفراخ اللي عندنا هنحطها كده هنا نغطسها كلها زي ما هي بالشكل ده وبعدين هنطلعها نجيب حتة من الجبنة نحطها كده هنا ونجيب دي نحطها فوقيها. تعالوا نعمل كده خلاص. هناخد بقى دلوقتي بقية العيش ونحطه كده هنا كده الساندوتش. بصوا اهو